القانون ده. مين اللي خد القرار؟ صوريا او شكليا رئيس الجمهورية، لكن مين اللي خد القرار فعلا؟ الرأي العام. الرأي. وبالتالي انا عايز اقول لك حاجة، انت في برنامجك ده او اي صحفي كويس في عموده اليومي في اي جورنال بقوة الفريق الرئاسي كله. مش قوي. لا 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 صحيح، بتشكيل الرأي العام. والنبي سيبني في حالي. احنا قاعدين اهو مشغلين. انا عايز اقول لك انه المساله لما بيكون في قضيه عادله، اللي مقصود اللي انا اقوله ايه؟ أي. انت على الهوا، اما بيكون مصر على الهوا، اي مصر كلها على الهوا، على الهوا. اما بيكون في قضيه عادله بتقدري تقدميها كويس بتكسبي راي عام. صحيح. وراي العام بيلزم صاحب القرار. صحيح. صحيح. ان هو هياخد المساله دي. الحمد لله كل قضايانا عادلة وإحنا على الهواء. وبشكر سعادة المهندس محمد عصمت سيف الدولة، اسم حلو قوي سيف الدولة ده. مرسي، شكرا. سيف القاطع. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله، وهنرجع لكم بعد الفاصل. شكرا يا أستاذ. اليوم بنعتبره حملة مكبرة على مستوى المدينة كلها، سواء من ناحية جهود البحث، المرور، التموين، المرافق، حملات مستمرة يعني بشكل يومي لإعادة الانضباط للشارع السكندري. هناك أولويات. الأولويات الأول إن أنا أقر الأمن والمواطن يحس بالأمن الأول، وبعدين نبص للإشغالات ونبص للبائع الجائلين ونبص للحاجات اللي هي يعني أكثر أهمية، أقل أهمية، آسف، أقل أهمية من الحد من الجريمة، الحد من السرقات، الحد من البلطجة، الحد من استخدام السلاح، الحد من العنف. كل ده مهم جدا إن أنا استأصله الأول من الشارع. عندنا هنا طريق الحرية في اسكندرية، أو طريق بقى وما يطلق عليه طريق جمال عبد الناصر. الطريق ده مزدحم جدا نتيجة إنه شريان رئيسي، وللأسف طبعا هو رايح جاي فضيق جدا، وفي تقاطعات هامة عليه بتنقل حركة مرورية منه إلى جهات الأخرى. فبالتالي كان لابد، هو موجود فيه طبعا حرات سير ضباط موجودين ومعهم أجهزة التترة العادية اللي هي جهاز اللاسلكي، بينادوا على بعض يقولوا أنا عندي كثافة مرورية من فضلك افتح الإشارة من الجنب ده أو من الجنب ده، أو في مخالفة مرورية بينادوا على بعض. ده من ضمن التطوير الموجود يعني. لكن الأفضل والأحسن إن احنا نجيب سوفت وير أو برنامج مروري بيدير هذه المنظومة، يدير منظومة الحركة المرورية، او زي ما بيسموه بالانجلش بيعمل مانجمنت للترافيك نفسه. النظام ده اسمه الاي تي اس، لو اختصار كلمه انتليجنت ترافيك سيستم، انظمه المرور الذكيه. جهاز البي دي اي ده احنا الاداره العامه والمركزه وفرته بحيث يبقى في استعلام امني عن اي مركبه، وممكن بنفس هذا الجهاز ايضا مش بس استعلام امني. فلذلك احنا في حوالي 40 ضابط معاهم هذا الجهاز موجودين، ده غير غرفه العمليات. يعني افترض ان هو مع واقف في الكمين بسرعه، فيبتدي يطلع الجهاز بسيط جدا ويبتدي يتصل ويكتب رقم العربية ويشوف العربية دي فعلا موجودة أو مش موجودة. في 122 كاميرا موجودين في اسكندرية، وقدرنا ان احنا نستغلهم ونعمل غرفة عمليات موجودة في إدارة المرور هنا حضرتك، ووضعناها في مبنى مديرية أمن الإسكندرية، ودي عبارة عن 122 كاميرا تراقب معظم شوارع وميادين الإسكندرية ومداخل ومخارج مدينة الإسكندرية. زي ما حضرتك شايفة قدامك كده البلانر الرئيسي،
بيخدم عليه عدد كبير من الكاميرات على مستوى أرجاء المدينة، موزعة طبعا من مداخل ومخارج وشرايين وقلب الأسكندرية والأماكن الهامة زي محطات السكة الحديد والسفارات والقنصليات والأماكن الأثرية. اهتمامنا الأولى بالمواطن، فاهتمينا بكثافات المرورية والأماكن اللي هي بتسبب ضيق للمواطن عشان نحاول نحن نساعده من خلال هذه المنظومة الحديثة. على الطبيعة دلوقتي هشرح لحضرتك كل مربع من المربعات اللي حضرتك شايفها دي بتحمل كاميرا في الشارع، بتغطي مساحة من 5 كيلو الأكتر، بتلف حوالي 360 درجة في جميع الأنحاء. كل مربع من ده ممكن أكبره وأصغره على مناطق اسكندرية زي ما حضرتك شايفة، يمثل المنطقة، كل منطقة من المربعات دي بتمثل منطقة بالأسكندرية. غرفة التحكم المراقبة التلفزيونية ده شيء مهم جدا لمراقبة مناطق الازدحام في المرور. لما هيجي الغرفة دي بس مش عشان أراقب بس المرور، لا ده أنا براقب بيها الجريمة، أحوال المشاورات، أي خناقة، أي ولد بيسرق بالكاميرا بتصوره،